حي الله من يانا، تو ما نور المكان. دكتور مشكور انك جيت مبكر. انت عطيتني مجال، ايش تبي مني؟ قريت الملف. منو انت؟ صديق؟ اعتبرني واحد من ربعك. صديق يهددني باهلي؟ ما قلت لي منو انت؟ استمع للكثير وكلم القليل. تدري من قايل هالكلام؟ لا. شكسبير. شوف يا دكتور طلال، انا ينقال لي ابو محمد، ريال ما احب الحكي الزايد لكن دائما موجود. والمراد هذا اللي احبه فيك. انت يمكن ما تذكرني زين، لكن انا وايد حاضر لك محاضرات وندوات، وانت ترى من الجليلين اللي طالعون ثروه اهلهم على انها طاعون. والله انا ريال بنيت نفسي بنفسي، والفلوس هذه فلوس ابوي مو باسمي. ترى بس اللي عندهم فلوس يقولون هالحكي، ولا الحافل منتف تلقاه يكشخ بسياره اخوه. ابو محمد، انت جايبني هني علشان تقولي غطاوي؟ لا غطاوي ولا شيء، انت بتكون عيننا، وبالايام الجايه بتصير ولدنا. انتوا منو؟ لا تنكر انك طموح ومكانك في الجامعه مريح، لكنك يا دكتور تبي الزود. شوف، حنا مرتبين حق ندوه ثقافيه كبيره، وداعي مفكرين وكتاب وشعراء من كذا دوله، ونبيك تحضر علشان تتعرف على الناس. يبا ما بتعرف على احد انا. كل انا اقول لا تستعيل، تعال وتالي قرر. واذا قلت لا تلويدي؟ انا قلت لك شو يقول شكسبير، وانا اقول لك يا دكتور الله عطاك اذنين ولسان، افتح اذنك واسمع واترك عنك الهذره. ترى العنوان عندك بالملف، تعال وبتلقى اللي سرك إن شاء الله. السلام عليكم. أنت السلام يا هلا، تفضلي. وين راشد الماثر؟ موجود. تفضل. ها، اهلا وسهلا. تفضل.